حيز التنفيذ دخلت اليوم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاشتراطات الصحية والتي تشكل انفراجة لغير المحصنين وعودة شبه كاملة للحياة الطبيعية. نعم، فريق أخبار تي في العدالة رصد آراء المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن فرحتهم برفع القيود وبدء العودة إلى الحياة شبه الطبيعية. نتابع. الاماكن اذا كانت مغلقه الواجب انك تلتزم بالكمام، يعني ما راح يضايقك ولا شيء. اما اذا كان اماكن يعني مفتوحه، لا والله قط الكمام خلاص الهواء ماشي يعني. والله اتمنى اليوم قبل باكر الامانه، يعني بدي الله يكافينا شر الوباء ان شاء الله، والله يعطينا على قولتهم الصحه والعافيه ويطول باعمارنا ان شاء الله جميع. الحمد لله الحين الحمد لله الوضع بخير الحمد لله، واحنا بخير وعافيه. لا بس يعني الاحتياط واجب، ما تدري هل في لحد الحين احد مصاب او لا، ما ندري والله. القيود رفعت بس المرض بعده موجود، مو مضطر الانسان حتى لو كان في قانون رفع القيود انه يؤذي نفسه بهالمرض هذا. الاتفاق الصحي يكون افضل والحفاظ على النفس تكون افضل. الحين دول العالم كلها سهلت، مو بس الكويت، عندك اوروبا، بريطانيا، فرنسا، اليوم الاردن، كلها رفع القيود. صار الانسان لازم هو يحافظ على نفسه كويس، يعني صارت الناس تتحرك والتقيد الناس صارت يعني ضاجت منها كثير، والناس برضو تحافظ يعني شوي تلتزم شوي بس بالتباعد شوي صغيرين، وإن شاء الله إنه ربنا يرفع البلاء عنا عن الجميع كل الناس. إذا دخلنا مكان مكتظ أو في ناس كثير أو في يعني لازم نلبس الكمامة، تعودنا يعني، هي سنتين الكورونا عودتنا على الموضوع. وبعدين رفع القيود هذا يعني قرار كثير كويس، بصير في حرية حركة، بصير حتى في حرية تجارة، الدنيا تفتح شوي. لانه والله يعني اثبت ان موضوع القيود وفحص البي سي ار على مستوى العالم يعني انه مو كثير مجدي. اكيد يعني الواحد لازم يحافظ على التزامه وياخذ احتياطاته، وان شاء الله يعني الامور بتعدي على خير. يعني برضو في تخوف من الموضوع، يعني لازم يكون في حيطه، بس بالنسبه للمواطنين او المقيمين الموجودين هون يعني بشوف انه لسه في التزام يعني من الناس، وزي ما حكيت يعني ان شاء الله الامور بتظلها طيبه. أول شيء نحمد الله عز وجل أنه رفع عنا هذا الوباء، والحمد لله يعني اللي أخذ لقاح ولا ما أخذ كلهم الحمد لله، يعني في الأخير رفعت القيود والعالم مستانسين وطلعنا رجعنا للحياة الطبيعية، والله يديمها يعني الحمد لله جاب وقته، وكل إن شاء الله دول الخليج راح تتخذ نفس الإجراء إن شاء الله. الحمد لله يعني هم ونزاح، وبدت الحياة إن شاء الله طبيعية ترجع زي ما هي، والله يبعد عنا وعن جميع المسلمين إن شاء الله الأوبئة والأمراض اللي إن شاء الله تبعد عنا أحبابنا. رغم إنه يعني طلعوا قرار بإنه نشيل الكمام وهيك، بس ولكن نحن الكمام موجود دائما، الأمور بخير إن شاء الله بإذن الله، مبسوطين ورجعت الحياة الطبيعية إن شاء الله، والمدارس وكل هالأمور، مجمعات فتحت، وإن شاء الله يعني كل الخطورة راحت والأمور طبيعية بإذن الله تعالى. شو نسوي؟ ليش يعني؟ والله أمره هو، يقولون نسوي حطوا الكمام، ولا ما نبي الكمام، نبي فك تمه.